ازيكم عاملين ايه؟ دي قناتي قناة فيفو ارت، والنهاردة هنعمل سوا الصابون البلدي، وهو بديل الصابون السائل، بينضف جدا وبيرغي جدا وكمان موفر جدا جدا، لان احنا هنستعمل فيه حاجات احنا بنرميها في المطبخ. نبدأ بالمكونات مع بعض. ده 2 لتر زيت من المطرح، زيت الآلية والحاجات اللي احنا بنعملها بس بنصفيه ونعينه عندنا في ازايز. ده 2 لتر، بدل ما نرميها اهو هنستعمله ونعمل بيه حاجه مفيده. ودي 2 كوباية عصير ليمون. بتجيبي قشر الليمون مطرح استعملك في المطبخ وتحوشيه برضو، وبعد كده تغليه في ميه. اهوت كل حاجه اهي بنستعملها ما بنرميهاش. 2 كوباية عصير ليمون مغلي، وهنجيب هنا جليسرين، ودي 2 معلقة كربوناتو، وده 1/4 صودا. نبدأ بالطريقة. أول حاجة هنبقى محضرين طبق بلاستيك بيبقى مخصوص للحاجات دي بس، وهنبقى كمان محضرين 2 معالق خشب مخصوصة برضو للحاجات. هنحط الليمون، وبعد كده هنحط عليه الصودا، ونبدأ نقلبهم كويس جدا. وممكن تغطوا وشكم بحاجة لان بيطلع ريحة صعبة جدا الصودا مع الليمون، خصوصا لو حد عنده حساسية ولا حاجة، بيطلع حرارة وبيطلع كمان ريحة صعبة. فلو في حد فيكم يا جماعة عنده حساسية غطوا مناخيركم وبقكم بحاجة. نفضل نقلب كويس لحد ما الصودا تدوب مع الليمون. تمام، هي دابت كده. هنبدأ بقى نضيف كمان 2 معلقة الكربونات، وبرده هنقلب كويس جدا لحد ما يدوبوا كلهم مع بعض. نفضل نقلب لحد ما الكربونات يدوب مع الليمون والصودا. انا هكمل تقليب وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش عليكم. كده دوبنا الكربونات مع الصودا مع الليمون. دلوقتي هنضيف بقى الزيت ونقلب واحنا بنضيف. نقلب كويس. وهنفضل نقلب كده لحد ما المكونات كلها تتقل كده ويبقى سمكها تقيل شوية. بعد كده هنحط عليها 2 معلقة جليسرين. انا هكمل تقليب وارجع لكم تاني عشان الفيديو ما يطولش عليه. احنا فضلنا نقلب كده حوالي 5 دقايق. هنضيف بقى دلوقتي 2 معلقة الجليسرين ونكمل تقليب. نكون مجهزين بقى صينية او قالب خشب. احنا مكملين تقليب اهوت، والقوام تقل عن الاول. هو بياخد وقت شوية، معلش هتقلبوا فيه شوية، تخلوا ولادكم يساعدكم يقلبوا فيه لحد ما القوام يتقل، وهوريه لكم بقى. ونفضل نقلب اهوت لحد ما السمك تقل زي ما انتوا شايفين كده. شايفين اهو المضرب ده؟ على فكرة يا جماعة ساعدني اكتر من معلقة الخشب، ف
فلو عندكم مضرب قديم ولا حاجه يبقى احسن برضو من المعلقه الخشب، بيسهل في الضرب وبيساعد ان هو يتماسك بسرعه. تمام، عايزه اوريكم السمك عامل ازاي، اهو شايفين. تمام، في الوقت ده بقى هنكون مجهزين اما صينيه ونفرشها كيس من عندنا، او نجيب درج خشب، او لو عندكم اللي هي الصندوق بتاع الرنجه دوت برضو ينفع، وهنغطيه بكيس كيس او مشمع. تمام، علشان الصابون ما يلزقش في الارضيه ونقدر نطلعه بسهوله. اهو انا هجيب الصينيه واجهزها واحط فيها المشمع وارجع لكم تاني عشان تشوفوا احنا هنصبها ازاي. انا جبت اهو صينيه وفرشتها مشمع، كان مشمع قديم عندي وفرشته فيها، لو انتم ما عندكوش مشمع افرشوها كيسه من عندكم. هنبدا نصب كده الخليط كله في قلب الصينيه. نوزعه بشكل كويس علشان يبقى الصابون كله متساوي. ممكن نخبطه كده زي ما بنعمل في الكيكة علشان يبقى كله متساوي مع بعض ويبقى الخليط كله متوزع كويس في الصينية. الصابون ده هيعجبه يا جماعة، واحسن بكتير من الصابون السائل، وحلو على ايديكم عشان فيه جليسرين وبينطف جدا. تمام، هنحطه دلوقتي بقى في مكان يكون ظل بعيد عن الشمس، ونسيبه لتاني يوم، وبعد كده هنقطعه. هرجع لكم بكره واوريكم احنا هنقطعه ازاي، بس اهم حاجه تبعدوه عن الشمس، تحطوه تحت دولاب، تحطوه في البلكونه، بس في مكان ظل مفيش مشكله. هرجع لكم بكره واوريكم هنقطعه ازاي. احنا سيبنا الصابون بتاعنا يوم زي ما احنا اتفقنا، وبعدين طلعنا بسهولة المشمع من قلب الصينية، وهنبدأ نقطع الصابون بتاعنا على حسب الحجم طبعا اللي يناسبك، قطعيه بقى صغير قطعيه كبير على حسب استعمالك، ممكن تقطعيه مربعات تقطعيه اشكال برضو، دي حاجة ترجعلك. طبعا مينفعش نقطعه بعد ما ينشف علشان هيتفرفت مننا، فلازم دلوقتي نقطعه وهو لسه طري. احنا هنقطعه وهنسيبه برضو في نفس المشمع او الكيسة بتاعته ينشف، ممكن يقعد 10 ايام، ممكن يقعد 15 يوم، حسب انت سايباه فين، حسب التهوية. وبعد ما ينشف تمسكيه كده هتلاقيه ناشف زي الصابونة العادية، تبدأي بقى تستعمليه براحتك عادي، هتتبسطي منه جدا لانه بيرغي خالص في قلب الليفة وانت بتغسلي المواعين، وبينظف جدا خصوصا الالمونيا. واحسن حاجة كمان ان هو حنين على ايديكي لانه فيه جليسرين، فمش هيبهدل الايد زي الصابون السائل. يا رب تكون الطريقة دي كانت سهلة وطريقة عجبتكم، ما تنسونيش في الشير ولايك لو الفيديو عجبكم، وما تنسوش كمان تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.